مرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، يتجدد لقاؤنا معكم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، فأهلا ومرحبا بكم. تشاهدون في هذه الحلقة: الصم والبكم، المعاناة المنسية. اتحاد الأدباء في عدن، منار ثقافي وحدوي المصير. الرميصاء يعقوب، ناشطة مجتمعية تتحدى الإعاقة. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة نتلمس فيها أهم ما حدث خلال الأسبوع. عبرت مكونات الحراك الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن عن رفضها لأعمال الفوضى التي من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته مكونات الحراك الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن تحت شعار معا لحماية السلم الأهلي المجتمعي. وأكد الحاضرون على نبذ العنف وتجنيب عدن وإيلات الحرب والاقتتال، داعين الجميع إلى تغليب لغة الحوار والاحتكام إلى صوت العقل. جمعية الصم والبكم بعدن، عراقيل واحتياجات رغم كل الجهود المبذولة من رئيسة الجمعية والجهات المختصة. لنتابع. أوضاع مأساوية تعيشها شريحة الصم والبكم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ليس فقط في عدن وإنما في عموم المدن اليمنية، جراء استمرار حرب الانقلاب التي تسببت في حرمان هذه الفئة من احتياجاتها الأساسية. معلم متطوع في جمعية رعاية أهل الصم، هو يتمنى من صندوق المعاقين إن شاء الله يعمل لهم عقود، من بعد بإذن الله يكون في توظيف حكومي. جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم في عدن تعرضت للنهب والدمار خلال الحرب في العام 2015، وباتت غير قادرة على مواصلة العمل بسبب تهالك المبنى وشحة الإمكانات كما يقول القائمون عليها. نواجه صعوبات في قلة الصفوف، مثلا صف واحد مقسم إلى ثلاثة صفوف ثلاثة مستويات، هذه الصعوبات اللي تواجهنا. مناهج التعليم المقرة لشريحة الصم والبكم لا تختلف عن مناهج الأسوياء، وتلك شكلت أكبر العقبات أمام هذه الشريحة ومعلميها الذين لم تلقى مناشداتهم تجاوبا لدى الجهات المختصة. لا يوجد مناهج خاصة للصم، نحن كمعلمين نحاول دمج المقررات التعليمية على حسب مستوى الطالب، على حسب مستوى الصفوف. والآن الصعوبة اللي يلاقونها إنه ما يشوش حاجة ثقيلة عليهم، يشتوا حاجة بهدوء، يعني يراعوا انهم هم عقولهم سبحان الله مختلفة عن الناطقين، يشتوا حاجة بتروي بيوم ورا يوم، مش مناهج مكتفة، مش ثقيلة عليهم، لأنه كمان كمعلم يلاقي صعوبة انه كيف يعطيها يقدمها للطالب الأصم. معاناة المعلمين في مراكز الصم والبكم لا تقل عن معاناة طلابهم، فمنهم من يتقاضي مرتبات ضئيلة، ومنهم من لا يزال بدون درجة وظيفية، الأمر الذي ألقى بتبعات سلبية على شريحة مجتمعية قدر لها أن تعيش صامتة تكتوي بجحيم الإعاقة وسعير الإهمال. راتب التطوع هو راتب قليل، 10,000 بالشهر، بالشهر 10,000. وعده كم بالسابق؟ أول كم؟ كان في السابق على أساس إنه هو لما أجا مدرس في 2016 كان يستلم كل ثلاثة أشهر 15,000، الآن الحمد لله من نهاية العام بدأ يستلم من 10,000. أهلا ومرحبا بك اليوم معنا الأستاذة أجان حسن، وكيل الصفوف الصم والبكم في مدرسة خالد بالوليد. اليوم نناقش وضع هذه المدرسة والاحتياجات التي تحتاجونها وطبيعة الخدمات التي تقدمونها. بداية أستاذة أجان، لو تعطينا نبذة عن طبيعة عمل المدرسة. مركز مدرسة خالد بالوليد هو مركز من ضمن المراكز في إطار الجمعية، جمعية رعاية وتأهيل الصم. وأساساً جمعية رعاية تأهيل الصم
عندها عدة مراكز في عدن، في محافظة عدن. طبعاً مراكز تعليمية اللي هو في خور مكسر مدرسة خالد بن وليد، وفي المعلة مدرسة أوسان، وفي المنصورة معانا مدرسة نشوان ومدرسة القادسية، وأيضاً ثانويات خديجة بن خويلد، ومعانا أيضاً روضة للصم خاصة للصم، ومعانا أيضاً في الشيخ عثمان مدرسة ردفان، ومعانا في مدرسة كريتر مدرسة الغرباني. هذه جميعها مدارس تعليمية تهتم بالطالب الأصم، لنا صفوف في كل مدرسة من المدارس، صفوف خاصة بالصم والبكم تحت رعاية التربية والتعليم، وأيضاً كمان تحت رعاية الشؤون الاجتماعية والصندوق المعاقين اللي هو في إطار جمعية الصم والبكم. نعم، علاقتكم بالشؤون الاجتماعية هل تقدم لكم خدمات؟ يعني هل تستجيب لمطالبكم كجمعيات تخدم الصم والبكم؟ نعرض عليها مثلاً مطالبنا واحتياجاتنا، وإن كان في حاجة في استطاعتها تقدم لنا، وأحيانا في حاجات كثيرة للأسف هي نفسها مش قادر الشؤون الاجتماعية أن توفر لنا نتيجة ما بعد الحرب، الظروف يعني عامة لكل الجمعيات إنه في صعوبات عدم توفير المطالب بشكل عام، وليس بس في جمعية الصم، في جمعيات عامة الشؤون الاجتماعية والصندوق المعاقين يحاول إنه يعطي يدعم نحنا ويساعد بس بما يتاح له حسب إمكانيات المتاحة له والمتوفرة. اليوم كم هي السعة الاستيعابية التي تستوعبها المدرسة؟ في مدرستنا تقريباً 20 طالب أصم، في مدارس أخرى أحيان أنقص أزي أكثر، بس هي أكثر شيء نعاني من الضغط في مدرسة نشوان لأن أكثر أعداد للصم والبكم فيها، يمكن يتراوح بس من صف أول لصف تاسع أكثر من 100 طالب، غير طبعاً الصفوف الثانوية كمان في بقى أعداد كبيرة من صف أول ثانوي ثاني ثانوي ثالث ثانوي، يكون في بقى أعداد كبيرة جداً. في حالة مثلاً تم تقدم إلى المدرسة الانتساب إلى المدرسة عدد أعداد أكبر من قدرتكم الاستيعابية، ماذا يكون الحل؟ للأسف إلى الآن فعلاً نعاني من هذه المشاكل، إنه في أعداد كبيرة جداً تكون، والمشكلة الأكبر إنه مش من محافظة عدن فقط، ينزلوا نحن من الأرياف لأنه للأسف ما فيش عندهم جمعيات خاصة بالصم، فأغلبهم ينزلوا لعدن ونعاني من هذا الشيء، بس إحنا نحاول إن إحنا ما نرفضهم، نستوعبهم ونحاول نشوف إيش اللي نقدر نوفر لهم على حسب اللي موجود، يعني توفر لها الجمعية أو إدارة المدرسة تساعد معانا، الشؤون الاجتماعية قدر المستطاع، حتى الصندوق صندوق المعاقين، بس أحيانا في أمور تخرج يعني عن السيطرة أو قدرتنا إحنا، بس ما نقدرش نرفضهم، ما نقدرش نقول لهم لا ابنك مش عندنا. صعب إني في طالب يشتيجي يتعلم وأقول له لا ما فيش لك مكان. ماذا عن المناهج الدراسية التي يتم تدريسها؟ بالتأكيد يعني أنها تحمل طابع خاص باعتبار أن الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الصم والبكم. لا للأسف إحنا نعاني من حكاية المنهج، لأنه المنهج اللي نستخدمه هو نفس المناهج الدراسية اللي يستخدمها الناطقين. معنا في التوجيه الأستاذة إيمان عمر هاشم طالبت من التربية إنه يكون لنا مناهج خاصة في بنا، وعلى أساس إنه بإذن الله يبدأ يطبق هذا الشيء، بس تعرف إجراءاته حين تأخذ وقت طويل. الآن إحنا نستخدم الكتاب المدرسي العادي بس نلاقي فيه صعوبة كثيرة. أكيد. طب حتى أسلوب الكتابة يعني هو نفس الكتاب المدرسي؟ نفس الكتاب المدرسي، بس إحنا بعدين نسخره بطريقة الإشارة بطريقة النطق اللي هو الخاصة بالصم والبكم، بس هذا الشيء نلاقبه فيه بصعوبة، حتى الطالب نفسه يتعب يمل لما يشوف الكتاب ده كله ما يستجيبش لنا كده بسهولة، لاقي فيه تعب. حتى المعلمات كمان لما يشوف درس كيف يكون درس حق ناطق يحولونه لدرس يناسب إمكانية الطالب الأصم، هذا نلاقي فيه بصعوبة. وهل لديكم مشكلات في طاقم التدريس أستاذ أجان؟ أيوة للأسف لنا مشاكل، بحيث أنه المعلم مش متوفر كثير، لأنه معلم الإشارة مش كل المعلمين اللي مترن ينتقلوا لنا أو نتقبلهم يكون عنده لغة الإشارة، ولا حتى عنده قدرة على الصبر والتحمل، لأنه الطالب الأصم سبحان الله إيش قدرة تحمل، إيش قدرة على كمعلم تستوعبه وتصبر عليه، لأنه سبحان الله لهم قدرات خاصة مش زي الطالب الطبيعي. فعندنا أيوة مشكلة بهذا الجانب،
طالبنا أكثر من مرة من الصندوق من التربية، بس للأسف إلى الآن ما فيش أي وظائف. طب ومستحقات ورواتب المدرسين المتواجدين حالياً في الجمعية أو المدرسة؟ إحنا في الجمعية نقسم إلى 3 موظفين، موظف حكومي اللي هو من التربية والتعليم راتبه، موظف متعاقد اللي يكون راتبه من الشؤون الاجتماعية تبع الصندوق المعاقين اللي هو يستلم كل 3 أشهر، وحين يتعدى 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر وما استلمش راتبه للأسف نتيجة ظروف معينة، وراتب نسميه المعلم المتطوع اللي هو يكون متطوع تبع الجمعية والجمعية هي تدفع له راتبه. كنا بالسابق ندفع لهم كل 3 أشهر 15,000، لأن دي كانت حسب ميزانيتنا حسب المتاح لنا. نعم. والآن الحمد لله طلعت من 10,000 بالشهر، ونحاول قدر المستطاع أن نعطيها شهريا، بس حتى 10,000 أو حتى راتب المتعاقد ليس كافي. أكيد ليس كافي، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار المتزايدة يوما بعد آخر. لكن إحنا الحكومي نشتكي. طيب يعني تدفعون يعني رواتب، وبالتأكيد لديكم الكثير من الالتزامات والاحتياجات، ماذا عن الميزانية التشغيلية وموارد المدرسة؟ خاصة أنتم تقدمون خدمات شبه مجانية للطلبة. مجانية كامل، الطالب الأصم كله مجانا. طب هل لديكم يعني ميزانية تشغيلية، لديكم موارد؟ أيوة يقدمها الصندوق المعاقين، يعطينا احنا ميزانية كل 3 أشهر، أحيانا تتأخر نتيجة ظروف إنه مثلا ما في السيولة، ما البنك عاده ما وفرش، أو تعرفي بعض الإجراءات المالية هذه نستلمها، بس حسب المتاح فيها قدر المستطاع يعني نسخرها للمراكز أكثر شيء، وأكثر شيء يتعب نحن في المواصلات، وأغلب اللي تروح الميزانية تروح للمواصلات، لأن إحنا في مراكز في مديريات مختلفة في محافظة عدن، عشان كذا نستخدم كثير مواصلات. يعني أنتم تحضروا الطلبة بباصات خاصة بالمدرسة أو الجمعية؟ بالمدارس. نعم. طب يعني توجدون مشكلة في ظل انعدام المشتقات النفطية وكذلك ارتفاع أسعارها حتى وإن وجدت؟ إن وجدت أحيانا يشتريها حتى لو هي مرتفعة، وأحيانا لما ما يكون مش موجودة وأسعارها تفوق الخيال يعني أحيانا توصل يتوقف الباصات، وبعدين والي الأمر عنده الحرية، قدر يجيب ابنه كان بها، ما قدرش منلوموش، حتى ما نصحش فوق أي طالب إيش ما حضرتاش، نحن نعرف الأسباب، لأنه في طلاب عندنا يقوم من مناطق بعيدة، يعني مثلا تكون في مدرسته في نشوان في المنصورة، ويقول إحنا من البريقة، لأن مديرية البريقة معنا مدرسة خاصة بالصم، أو إنه مثلا يقول إحنا من بير أحمد أو من الرباط، يعني مناطق تكون بعيدة، حتى معنا طلاب من الشيخ مدرستهم بالشيخ وهم يقوم من مناطق بعيدة جدا، زي الممدارة زي جهة هناك المحاريق والبساتين، فما نقدرش نلوم أي طالب، إن قدر ولي الأمر يجيبه إحنا موجودين بالمدرسة كمعلمين وطاقم إداري، ما قدرش نلتمس له العذر. نعم. على وجه التقريب كم عمر هذه المدرسة، مدرسة خالد بن الوليد الخاصة بالصم والبق؟ كصفوف داخل مدرسة خالد بن الوليد من 2006، بس هناك في الجمعية إحنا متواجدين من 1998 هكذا موجودين إحنا. هل يوجد بينكم يعني وبين بقية المدارس أو الجمعيات المتخصصة في الصم والبكم فعاليات وتنسيق فيما بينكم والبين؟ في احتفالات، في نشاطات، أحيانا تكون بمناسبة يوم المعاق، وأحيانا يكون بمناسبة خاصة بس بيوم المعاق الأصم فقط، أو إنه أحيانا يكون في حفلات تبع الصندوق أو الشؤون الاجتماعية لكافة الجمعيات نشترك فيها كافة. من سنة كم إلى كم تدرسوكم؟ يعني إلى الثانوية العامة؟ هي الآن معنا روضة الحمد لله من ثلاث سنين ونص، من 4 سنين، بعدين معنا الحمد لله الأساسي لسنة 9، وبعدين الحمد لله فتحنا الثانوية، والآن ما شاء الله معنا طلاب لغاية الثالث ثانوي. هذه اهتمامات الجمعية فيها من الروضة لما تكون مسؤولية الجمعية، بس الحمد لله الجمعية تابعت، والآن معنا مساق دبلوم في كلية الحاسوب الآلي في كلية الهندسة صفوف خاصة بالصم، وما شاء الله قد خرجوا منها أكثر من دفعة ما شاء الله، والآن نتابع أن احنا نكمل مساق البكالوريوس، وإن شاء الله بإذن الله لو ربي يسرها ممكن على العام القادم نفتح مساق البكالوريوس. أستاذة باعتبارك كمان يعني مترجمة في المدرسة للصم والبكم ووكيلة الصفوف،
كيف تجدين تقبل المجتمع خاصة في عدن لطبيعة الإنسان يعني ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم؟ في ناس سبحان الله عندهم الرحمة من الله هذه إن يتفهموا، مجرد إنه يشوف معاق بغض النظر عن عاقته يلتمسوا له يساعدوا إنه يحنوا عليه. بس في للأسف ناس يعني هم أكثرهم الأغلبية يعني دونا اللي يكونوا صغار في السن ما يعرفوش إيش معات أصم، يكونوا يشوفوا واحد أصم بس اللي يأشر يقوموا يضحكوا عليه يسخروا منه يعلموا إنه إشارات مش تمام، يحسبوا إنه هم الآن هو يفهمهم، هو مش داري إنه الآن يكون زعلان إنه ليش يعاملونه بهذه الطريقة. يعني هل تجدين مثلاً أن المجتمع الآن بحاجة إلى ثقافة أكثر لكي يستوعب طبيعة الصم والبكم؟ أيوه نتمنى، لأنه أساساً الصم والبكم زادت أعدادهم بطريقة ما توقعناهاش الفترة الأخيرة، ازدياد أعداد كبيرة جداً. الآن تروحي أي مكان ضروري بتلاقي أصم موجود، فحلو أنه كمان يكون في فكرة للناس عن الإشارة حتى لو بعض الكلمات، أو أنه على الأقل لما يشوفوا أنه يصيحوا الإنسان وما يردش عليه مفروض يلتمسوا له العذر. طب هل عندكم هنا مثلاً ورشات عمل مثلاً تدريبية تستقبلوا أشخاص الراغبين في تعلم لغة الإشارة؟ أيوة، لما في أي مجموعة معينة أو عدد معين يحب إنه يتعلم يعني لغة الإشارة ممكن نعمل لهم دورة خاصة فيهم، أو أي جمعية أخرى مثلاً جمعية الغير يعني عندها خبرة بلغة الإشارة طلبت مننا، معنا ما شاء الله الأستاذ خالد العبادي مدرب لغة الإشارة، معنا الأستاذ علي هيتم كمان. أي مجموعة تحب تتعلم لغة الإشارة ممكن نعمل دورة، ومعنا ما شاء الله معلمين يقدروا يدرسوا. أستاذة أجان، الآن سوق العمل يعني لما يتخرج الطالب السوي من الجامعة لا يجد سوق العمل لاستقباله، فكيف بالطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ سؤالك بالصميم، لأنه للأسف إذا كان رب العمل يتق أو يعطي فرصة للأصم بإذن الله الأصم بيبدع. بس المشكلة هنا إنه حتى أي واحد يعني مثلا صاحب محل أو صاحب دكان ما يعطيش الفرصة للأصم إنه يحاول يختبره حتى إن شاء الله شهر. للأسف رغم إنه حتى إحنا أولادنا الصم ما يطلبوش يعني مثلا وظائف خيالية أو تكون حاجات بسيطة، يا يشتغل بقالة يا يشتغل مطعم. طب إيش فيها لو مثلا أصم أشتغل بمطعم؟ مش شرط حتى مباشر، ممكن حتى بالمطعم بالمطبخ. بس للأسف يرفضوا حتى ده الشيء. طيب إحنا عيال إحنا عندهم قدرة إنهم يكونوا مثلا ميكانيكي، طب الميكانيكي يحتاج للكلام، مجرد إنه يتقن ولعلمك الصم والبكم تعطيله حرفة با يتقنها أكثر مما تصوري. بس أعطيله فرصة، اختبريه، أعطيله شهر. سوء استيعاب من المجتمع بقدرات الصم والبكم. شغل عقم عندي، طب أعطيله فرصة. وهذا شيء اللي يجيب الإحباط لشبابنا، فعلا إحباط شديد لشبابنا. طب دوركم أنتم يعني في رفع معنوياتهم في خلق التحدي فيهم حتى على الرغم من كل الظروف؟ شوفي احيانا في طلاب بعد ما يكملوا من البكالوريا من الدبلوم يتواصلوا معنا، يبقى مكاننا احنا في حبل تواصل بيننا وبينهم، فدائما نشجعهم نقول لهم ما تيأسوش عادي مره مرتين روح. احيانا نحاول انه عن طريق مثل معارفنا نوجد لهم فرصه عمل، اذا تسهلت خير بركه، ما تسهلت سبحان الله نحاول. بس هم يكونوا خلاص يوصلوا لمرحله مثلا بعد الدراسة بسنتين ثلاث خلاص يبدأ يسيطر عليهم يأس وإحباط، يقول لك أنا قدنا كبير، أنا متى بشتغل، أنا متى بتزوج، أنا متى بيكون عندي أطفال، يوصلوا لمرحلة إحباط، يقول لك ليش ما يرضوش يقبلونا. أنا تمام، أنا فاهم يعني أجت معنا دفعة أول دفعة درسوا في معهد درسوا في كهرباء وحاولنا وعلمناهم، كانوا يقولوا أوه نحن بتخلوا أصامي اسمه ده يشتغل كهرباء، يعني ما لهش علاقة يعني لا تضارب بين هذا وذاك. للأسف البعض اللي معارف وكده هو يعني من أهله أيوة أشتغل معه، أما الأغلبية للأسف
رجعوا ثاني مره درسوا ثانويه، ورجعوا ثاني مره الان كملوا جامعه، ولا كانهم درسوا كهرباء. طيب دوركم انتم استاذه اجان كجهه يعني مختصه في هذا المجال، هل تحاولون ان يعني تصنعوا ورش مثلا للتعريف بقدرات الصم والبكم، او مثلا تنسيق مع المدارس، تقومون بالنزول على المدارس واعطائهم محاضرات للطلبه العاديين الاسوياء بان الصم والبكم هذا هو في النهايه شخص هو في المجتمع وقادر ان يبدع وقادر ان يكون انسان فعال، دوركم انتم ما هو استاذه اجان؟ أحياناً نعمل هذا الشيء، وأحياناً نتيجة مشاغلنا الكثيرة نقصر بهذا الشيء، ولا هو فعلاً هو حاجة مهمة بس أحياناً نقصر فيها للأسف، يعني مش دائماً نعطي مثلاً وراش ده، لأنه هذه كمان تحتاج مننا إمكانيات، تحتاج مننا قدرة مثلاً إحنا نتحرك من هنا لهنا، تحتاج حتى مننا صرفيات مادية، بس مش دائماً نعملها، في قصور كمان مننا. طب هل يعني مثلا بتفكروا في المستقبل في حالة يعني وجدت لديكم الميزانية بأن تقوموا بهذه الخطوة؟ إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، بس هو نحن لحن أكثر مشاغل نحن في التدريس، لأنه على حسب العدد المتاح مننا في التدريس، يعني لو كنا إحنا متفرغين، يعني أي الآن أنا وكيل أنا موجودة داخل المدرسة، أكون مثلا حن أشتي أخرج في معي متابعات مثلا مع الصم مثلا في الصندوق في الشؤون الاجتماعية في جهات معينة، أكون هنا وهنا، أما لو كنت متفرغة فقط للمتابعة. هذه المشاوير تحتاج إلى ميزانية تشغيلية كذلك. لا لا، وكمان إحنا عددنا إحنا بسيط، لأنه الصم والبكم هم أكثر أعداد، بس إحنا كطاقم تدريسي أو كطاقم يعني في الهيئة الإدارية في الجمعية عددنا إحنا بسيط، لأن إحنا الناطقين، أما الصم هو الأعداد الكبير، فيكون تحرك إحنا هنا وهنا، نلاقي إحنا صعوبة إن إحنا نوفي كل الأماكن كل شيء، يعني نقدر نعملها حلق الصعوبة بهذا الشيء. أستاذة أجان، وضع المبنى هل هو مجهز بتجهيزات متناسبة مع الصم والبكم؟ لا للأسف لا، طبعا الحمد لله إدارة المدرسة كانت مدرسة نحن خالد بن وليد أو المدارس الأخرى وفروا لنا صفوف، والحمد لله يعني الإدارات متساعدة معنا متعاونة، بس كصفوف إن هي للصم لا، لأنه تنقص نحن الوسائل، إحنا نحتاجش فقط وسائل لا كتابي، احنا نحتاج مقسمات، اشياء يحسها الطالب الاصم يلمسها مش فقط يشاهدها، نحتاج احيانا كانت معنا للاسف تلفزيون وكنا نشغل فيه بعض الفقرات او الماده التعليم اللي ما نقدرش نوصلها بالاشاره، نعم، عن طريق النظر والمشاهده على طول يفهمها، بس للاسف من بعد ما ضرر مبنانا في المبنى حقنا في حرب 2015 للأسف كل حاجة فقدناها، كل حاجة ما قدرناش نعوضها، ما قدرناش نوفرها. لم يتم التعويض للأسف، إلى الآن المبنى نتابع أكثر من جهة، أكثر من منظمة من 2015 إلى يومنا هذا للأسف. طب رسالة أخيرة أستاذة أجان تحبين أن توجهها من خلال هذا اللقاء؟ أتمنى أولاً من الجهات المانحة اللي هي الشؤون الاجتماعية، الصندوق، وزارة الشؤون الاجتماعية هي بأساسها إن تهتم أكثر بالجمعيات، وتهتم كمان بجمعية الصم والبكم، لأن إحنا أكثر عدد الجمعيات، والأعداد في تزايد كذلك. أيوة، أعدادنا في تزايد، متوقعش نحن نوصل، نحن ممكن أن نوصل تقريبا بشكل عام، يعني كان في المدارس أو خارج المدارس الكبار في السن ممكن نوصل لألف أصم وأبكم، غير اللي يكونوا في البيوت ما نقدرش نسجلهم نحصيهم، وكمان إحنا عندنا اللي يقول إحنا من الأرياف يزيدوا عبء علينا، بس ما نقدرش نرفضهم، فنتمنى إنه كمان المنظمات الجمعيات الخيرية يلتفتوا لنا ويصدقون، إحنا لما نقول لهم إنه إحنا دي الأعداد أحيانا ما يصدقوش إنه دي أعدادنا، يتهيأ إنه ممكن نزيد أو نكذب. أيوة، البعض في غفلة عن أعداد الصم والبكم أو ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام. إذا كنا في المدارس فقط ممكن نوصل ل 330 طالب فقط في المدارس اللي نحصيهم، غير طبعا معنا ما شاء الله الشباب، معنا كبار السن، هذا غير، فدائما اللي أعاني منه إن لما أروح أعطي مثلا ملف بأعداد ما يصدقوش. فالمفترض أنت يعني تنزل لجنة مثلاً، إذا كانوا يعني يصدقون في لجنة رقابة، في تفتيش، في إجراءات، يعني لا يكفي عدم أن يقول ما يصدقوش خلاص، يعني حتى لما نطلعهم أسماء يكونوا معلمين بالصم، نقول لهم دوروا معلمين، يعني صح يقولوا لا خلاص معه راتب، أقول حرام
10,000 ولا كل ثلاثة أشهر ده يعتبر راتب. وإن كان في مثلاً سلة غذائية أو حاجة بسيطة كده أحياناً تكون، وش في لو أشارك في بالمعلم الأصم حتى قدافع، ونفس الوقت هو أصلاً أصم لازم يكون حق في بدا الشيء. بس للأسف أحياناً تقيل إحنا مثلاً سلة غذائية بكمية محدودة فقط، البقية يعني يستلم ناس وناس لا، ويرجعوا علينا إن إحنا ما تابعناش وإن إحنا أخذنا ونحن الله أعلم فين خبينا دي البقية. مصدقوش إن أساساً دي الجهة هي دي جابة القدر هذا فقط. نعم، لا يوجد أبسط بالرمي بالتهمة مباشرة. نعم، أستاذة أجان حسن مديرة صفوف الصم والبكم في مدرسة خالد بن الوليد، شكراً جزيلاً لك على هذا اللقاء. اتحاد الأدباء والكتاب بعدن كان ولا يزال يشكل منارة ثقافية رغم كل ما اعترضه من إهمال وعراقيل. حكايتنا لهذه الحلقة، لنتابع. رغم حالة التشطير التي عاشها اليمن في عهدي الاستعمار والإمامة، لأن اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ولد كيانا موحدا في سبعينيات القرن الماضي. عبر أدباء اليمن في الشمال والجنوب عن رفضهم للتشطير في مرحلة مبكرة من قيام الوحدة الوطنية وقبل 3 عقود من تحقيقها، وكانوا أيقونة لهذا الحلم الذي ظل يراود أحلام اليمنيين. حظيت فكرة تأسيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في مرحلة ما بعد ثورتي سبتمبر وأكتوبر بترحيب كبير حتى لدى نظامي صنعاء وعدن الذين كانا يعيشان يومئذ صراعات متنوعة. شهد العامين الأول والثاني من سبعينيات القرن الماضي حراكا أدبيا في عدن شارك فيه 70 أديبا وكاتبا يمنيا، من صعدة في أقصى الشمال إلى المهرة في أقصى الجنوب، تمخض عنه اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ككيان نقابي موحد يعبر عن مشروعهم الوطني. بعد مخاض عسير عقد أول اجتماع للجنة التحضيرية للاتحاد في مدينة عدن في 13 مايو 1971، وفي 18 سبتمبر أيلول 1972 افتتح أول مقر الاتحاد في عدن باحتفال رسمي حضره علي ناصر محمد رئيس وزراء الجنوب آنذاك، ليعقد الاتحاد بعدها مؤتمره الأول في العام 1974. ضم الاتحاد في تشكيلته الأولى أسماء كبيرة مثل الشاعر عبد الله البردوني وعمر الجاوي وأحمد دماج ومحمد علي الأكوع، وسهلت سلطتا الشمال والجنوب تنقلات قيادات الاتحاد، فأثمر ذلك حراكا أدبيا كان له صدى واسع في المشهد الثقافي اليمني بشكل عام. ما بين المؤتمر الأول والمؤتمر الثاني الذي انعقد في صنعاء في نوفمبر 1980 ظل مشروع الاتحاد صامدا حتى المؤتمر الخامس الذي انعقد في عام الوحدة 1990، حيث بدأت التحولات العميقة في بنيته وخطابه وحضوره في الحياة العامة، جعلت من هذه المؤسسة أيقونة للعمل الوحدوي والنضال السياسي السلمي.
ينظر إلى تاريخها بتبجيل وتوقير. طيلة عقدين من الزمن غلب على نشاط الاتحاد العمل الوطني بطابعه السياسي بغلاف نقابي وحقوقي. اهتم بأوضاع المعتقلين والمطاردين من أعضائه ومن سواهم، ولم يكن المشروع الثقافي بخصوصيته الأدبية والفكرية يمثل التحدي الواضح في حضوره آنذاك. سهرت وإياها نغني ونبتني، سهرت وإياها نغني ونبتني، ومن جذرها نفني المؤامرة الشنعة، نطير إلى الآتي ونخشى غيوبه، نفر من الماضي ونهفو إلى الرجعة، ومن جمر عينيها أشب قصيدة، ومن جبهتي تمتص رناتها الوجع. لن تستطع الإعاقة أن تعيقها نحو عمل الخير أو أن تثبط من عزيمتها لتقديم الخدمة المجتمعية لكل من يحتاجها. الرميصاء يعقوب، وجه المدينة لهذه الحلقة. تعتبر الرميصاء يعقوب الحاصلة على شهادة البكالوريوس في القرآن الكريم وعلومه حالة إنسانية نادرة، فمنذ نعومة أظافرها ورثت عن أبيها وأمها حب الخير والرغبة في مد يد العون لكل من يحتاجها، فانطلقت في دنيا الكبار داعية للخير باذلة له. تعلمنا أن نكون مع والدينا في الخدمة المجتمعية، قرص فينا حب العطاء من صغرنا، فكان الموضوع بالنسبة لنا شيء أساسي أصبح في الحياة أن نكون ذو عطاء للمجتمع. قرص فينا، الوالدة كانت تقول دائما لي ولدتك لتكوني داعية، الوالد دائما يقول نسعى، وجعلنا هذا بعد ذلك غاية في المؤسسة، نسعى لجعل الإنسان يتميز في العطاء الإنساني والبناء المجتمعي. تعرضت رميصاء في العام 2006 إلى حادث مروري أليم أفقدها والدتها وأصابها بشلل رباعي، لكنه حرك فيها العزيمة لإكمال رسالتها في الحياة، فتوزعت نشاطاتها الخيرية في مختلف المجالات من إغاثة الأسر الفقيرة والمعاقين والأيتام. في عام 2006 في الطريق البحري ونحن عائدين من آخر نشاط للوالدة رحمها الله، كان في مشروع تجهيز العرائس، في مشروع جماعي لتزويج وتجهيز العرائس، حصل الحادث في 2006 كما أخبرتك. بعد ذلك أصبت بشلل رباعي، بعد الله تبارك وتعالى طبعا الفضل للدكتور حيدر، ساعدني نفسيا وطبعا علاجيا في أن أخرج للمجتمع مرة أخرى. بعد ذلك شجعني الوالد بأن أعود إلى الدراسة، استكملت مرحلة الثانوية وأنا فوق الكرسي، ثم المرحلة الجامعية، ثم قررنا أن نعيش يعني بالوضع الذي يرضي الله تبارك وتعالى، وما كتبه الله لنا ما كان إلا خير. أسست مع صديقاتها مؤسسة خيرية تبلورت أنشطتها بين دعم وتمويل المشاريع الصغيرة للشباب وتوعية المتسربين من المدارس وبحث أمية غير المتعلمات وعمل دورات للمكفوفين. الوالدة أسست جمعية النهضة، والوالد كان يشتغل كمان في الجوانب التطوعية. كنا مجموعة شبابية، حبيت أن أستغل يعني عن أمي وأبي في الجانب أيضا التطوعي والنهضوي للمجتمع، فبدأنا نشتغل كمجموعة شبابية قبل أكثر من 13 سنة. لكن بعد ذلك لاحظنا فترة الحرب أن الموضوع يحتاج إلى أشياء رسمية وترخيصات، نتواصل إلى بعض الجهات أو بعض التجار أو بعض الداعمين،
فقررنا تأسيس المؤسسة في 17/8/2015 في أيام فترة الحرب، وذلك لتحسبا يعني للدعم وليكون موضوعنا رسميا وصريحا وذو ثقة مع الجهات الداعمة. نحن مجموعة طبعا شبابية سميناها روم، أي الغرفة التي تحتوي جميع الفئات المجتمعية حيادية لتكون تحتوي الجميع في تلك الفترة وفي تلك الأزمة التي مرت علينا الإنسانية. تقوم مؤسسة روم على 4 جهات. الجهة الأولى اللي هي المرأة والطفل، نضمن الأسرة وخاصة المرأة التي هي مهمشة في المجتمع، والطفل الذي ذو مواهب وذو قدرات لا نستطيع في هذا المجتمع أن نبرزها أو نطورها. ثم تقوم الجانب الثاني وهو الجانب المهم، هو الجانب الإنساني في تأسيس المؤسسة. الجانب الثالث هو ذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم يعتبروا مهمشين أو ثقل في المجتمع لبعض الأسر، ونريد أن نبرزهم أنهم ذو قدرات ويستطيعون أن يعيشون حياتهم بشكل طبيعي بل متميزة عن بعض الآخرين. والجانب الرابع هو الجانب البيئي اللي يشمل الصحة والمجتمع في مجتمعنا. تسعى رميصاء يعقوب لأن تصبح داعية للخير دالة عليه، فباتت أنموذجا للفتاة العدنية يقتدى به، وفردا فاعلا يفخر المجتمع بها. فروحها الحانية وإحساسها العميق أهلها للترشح بأن تصبح أفضل شخصية عدنية في العام 2017، وهي مكانة استحقتها بجدارة. اهتمنا في ذوي الاحتياجات الخاصة في عمل مسابقة التي في السنة الأخيرة أو في رمضان الأخير في 3 مستويات على 3 محافظات المكفوفين في مسابقة القرآن الكريم الأولى في عدن وعبيان ولحج. اهتممنا أيضا في عمل لهم دورات في تعلم الحاسوب والكمبيوتر في مستوى البرنامج الناطق، في عمل رحلات لهم. اهتممنا أيضا في عمل لأول مرة في عدن برعاية الأستاذ نايف البكري وزير الشباب والرياضة في ملتقى جمع بين المعاقين بشكل متنوع، بين الصم والبكم وبين المعوقين حركيا وبين المكفوفين، في ملتقى سميناه ملتقى الأمل، يجمع هذه 3 صلات أو 3 شرائح في المجتمع ليتعرفوا على بعضهم ويبرزوا قدراتهم الموجودة الموهوبة فيهم. اهتممنا أيضا كما أخبرتك في تزويج المعاقين مع أحد المؤسسات التي قامت بتمويلهم. اهتممنا في عمل مشروعات صغيرة لذوي الاحتياجات الخاصة لفتح باب رزق لهم والاعتمادهم على ذاتهم. اهتممنا في مجالات عدة يعني لذوي الاحتياجات الخاصة. كذلك اهتممنا في البيئة في أيام فترة الحرب مع الأستاذ قائد راشد بثقتي جزاه الله خير بدعمه لنا بالمواد التنظيفية. اهتممنا في الكوليرا في عدة نواحي في التوعوية. اهتممنا الآن في اليوم يعني أكلمك اليوم وأنا أشكر الأستاذ قائد راشد على ذهابه واهتمامه في تقليم وقص الأشجار التي تؤذي الطلاب في مدرسة عبد الباري في ثانوية البنات في خور مكسر. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير وإلى اللقاء.